حجي محمد. يا ابو فكري ولدك عزيه من بيت يا حج. ولدي مين؟ حمات واختها سهاج وداير بيها ليه يا حج؟ اسأل بيت. لو في حاجة تجيبه وتيجي من الباب يا حج. احنا لا عاوزينك ولا هنيجي لا من باب ولا من شباب. هي بنتي لعبة، لو عايز يتجوزها يتقدم، انما شغل السرقة ده لا. لم لسانك، الواد سبق وشاعري من سال عشان يقول انه عاوز يتجوزها، انا اللي قلت لا. لا دي مالها بنتي؟ مالهاش، ست الستات ما فيهاش غير عيب واحد. ايه عيب؟ انها بنتك. طب انا لو لقيته معاها حموته. قصدك تموتها هي؟ معلش، البنت لسه صغيرة ومخها مش فيها، تقدر تربيها من جديد وامها توعيها، تقولوا لها الطلوع مع الشبان عيب عيب عيب. هو ده ردك يا حاج؟ ابو ذكري غلطاتك كترت، شاركت ولدي من وراي ورحت البنت اخوي من وراي، ودلوقتي عاوز حماد. انت ايه حكايتك؟ فاضل لك غلطه واحده، ساعتها اللي رايد ربنا هو اللي هيكون. خيري ولدك كان متفق معاك، والله كان متفق معاك. روح روح يا ابو ذكري ونام وتغطى كويس. ماشي يا حاج. رايحة فين يا فرحة؟ رايحة وادي العشا المهران وادي. هو مش قالك بلسانه ما تجيش تاني؟ آخر دور يما. دورك ملوش آخر يا فرحة. هروح وادي على طول. تعالي هنا يا بنت ما تفرجيش علينا الناس. خشي جوا يما، هروح وادي على طول. ماشي يا فرحة، لما ترجع يشوفي حامل فيك ايه. فاضل لي غلطة وانت هتعمل فيا ايه اكتر من كده يا حاج محمد؟ ولدك يخرب بيتي وملعوب لعبته سوا علي، والتاني يعاكس بيتي وكمان تتحكم فيا ليه؟ فاكرني ايه؟ وانت يا بنت زينب رايحة فين في نصاص الليالي؟ والله ما حروح. العوافي حج. فرحة، احنا مش قلنا خلاص؟ دي اخر مرة حاجي فيها حج. يا بنتي ان كان علي انا عايز اشوفك كل يوم. صعب. كل دقيقة والله. كفاية ابص في وش ما فيش فيه غير الصدق. ما انا عشان كده جاية. عشان ايه يا فرحة؟ عشان ابص في وشك قوي وملي عيني منك، وبعدها اروح وما اجيش تاني. اصحي مهران يسلم عليكي؟ لا سيبه نايم، انا كنت جايه لك انت وماشيه. حيرتيني معاك يا فرحه. ابو ذكري ايه اللي موقفك عندك؟ في حاجه وقع منك؟ انت مين؟ قمر بنت مزيونه. هياني عايزك في حاجه يا بنت. جو هديكي مبلغ عمر ابوك ما حلم بيه. اشمعنى يا حاج؟
اللي أقول لك عليه تعمليه. روح يا فرحة. حاضر مروحة. وما تجيش تاني. مش هاجي تاني خالص. طب روحي بس على مهلك. سلم على مهران. وصل. روح. اضربه بدالك. كانت عندك ولا ما كانتش؟ وافرضي كانت عندي، مش عيب تقولي كده على مرتي؟ مرتك؟ مرتك هي؟ ليه حد يقف قدام باب بيت حد عشان يشوف مرته وهي دخلاله؟ انت يا قمر يا بنت مزيونة، انت تقولي كده على مرتي؟ انت يلي اتجوزتي رجلين مع بعض في وقت واحد تتكلمي على مرتي؟ رجب دي حاجة هتموتني. اللي يخوض في عرضي ملهوش عندي غير جزء جابته. عيني ولا خط ولا عين. الحاج ابو ذكري هو اللي اداني دول وقال لي اقول كده. كدابة يا حاج، تتبلى علي يا حاج. خشي جوا فرح، كل واحد على بيته. كدابة كدابة يا ولد عمي. حصلت يا ابو زكريا تتجسس على بيتي وحريمي. وانا عارف منين انها مرتك؟ الا هي مرتك صح؟ ايه، كنت عاوزني اخد اذني منك قبل ما اتجوزها قدامي. هتعمل ايه يا حاج؟ هتشوف. ده انا والد عمك يا حاج. مناع مناع، هتعمل ايه يا حاج؟ ده انا والد عمك وراجل كبير ومش حمل بدله. دق مسمار كبير في الحيطة لعمك أبو زكري. مسمار؟ مسمار إيه يا حاج؟ حرام عليك، هتعمل بالمسمار إيه؟ دلوك هتعلم. دق. علق عمك أبو زكري من جلابيته لحد ما أرجع وأشوف أعمل فيه. علق مين؟ استنى يا مناح. يا حاج حرام عليك تصدق مرة كدابة وتكذب ولد عمك. استحملني ده مناح، وطيه شوية يا ولدي. طول عمرك واطي، ولما ارجع ابو ذكري هدق مسمار تاني. مسمار تاني فين يا حاج؟ مناح مناح مناع.
مني يا ولدي، ما هنتش عليك يا مناع. يا عم الحج انا ماليش بصاره، الحج يقول لي اعلقك اعلقك، يامرني انزلك انزلك. انا اعرف منين انها مرته يا ولدي؟ كنت سكت يا عم الحج، مش تقف قدام الباب وتلم الناس وتعمل فضيحه ليه؟ انا ما لمتش حد، الناس اتلمت واحده. ايه اتلمت ما اتلمتش، الوجع مع الحج مش سهله. اللي معلقك كده يا عم ابو ذكري؟ ابوك يا ولدي انجدني يا حماد. نزل عمك ابو ذكري منا. ما اقدرش يا حماد بيه، الحج يموتني. بقول لك نزله. وانا قلت لك ما اقدرش. يبقى نزله انا. انت حر عاد، انا ماليش صالح. هتعمل ايه يا ولد؟ عيب، ما يصحش يا عم ابو ذكري، هنزلك. ماشي يا ولد. ولا تخليني لما يجي الحج ينزلني بدل ما يعلقك جنبي. يعلقني؟ يبقى يورينا يعلقني كيف. خليني هنا يا ابني احسن. انا محدش يعمل كده في حمايا ابدا. حماك.